والله لن أنسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر وشجرة الزيتون بغصنه الحنون يبكي على شهداء أرضنا الحرة يا لوعة النفس سيري عليك يا قدسي سيري وأنت في البلوى والعيشة المرة يا أمة الإسلام سيروا إلى الأمام بالعزم والإقدام بصحبة القرآن هيا ارفعوا القرآن وحطموا الأوثان وحرروا الإنسان من قبضة الطغيان هيا اهتفوا يا إخوتي استيقظي يا أمتي هيا أعيدي بسمتي كسابق الأزمان كسابق الأزمان.